ربنا يديك الصحة الحمد دايما. لله رب العالمين. ربنا يديك الصحة يا كابتن. الحمد لكن أيام حلوة وأيام جميلة وفي نفس الوقت، يعني عايزك تحكي لنا على إيه اللي حصل بعد كده. يعني تم التعاقد مع الكابتن أحمد ناجي ساعتها وبقيت موجود في النادي الأهلي، وبطولاتك إنجازاتك مع النادي الأهلي، الأولمبياد، احكي لنا المواضيع كلها. الأولمبياد أنا روحته من نادي ترسانة. من ترسانة، صح صح. لكن النادي الأهلي الحمد لله لعبت في كل المسابقات، ولكن طبعا كان في هرمين كبار موجودين، الكابتن اكرامي والكابتن ثابت. فكانت فرصتي في اللعبه ما كانتش كبيره قوي. لكن لعبت دوري وكاس وكاس افريقيا وبطوله عربيه. لعبت السنه بتاعت مستر كالوتشاي، لعبت نصها تقريبا. كان هو عامل على خلاف مع الكابتن ثابت، قال لا انا استفدت منه كالعاده. وبعد كده رحت نادي الترسانه وبرضه حققت معاهم كاس مصر. مع نادي ترسانة. مع نادي ترسانة. وبعد كده رحت نادي السويس ولعبت معاهم نهائي كاس مصر. بس بتلف يعني تلف وتحن لا لا، النادي الاهلي قصة تانية، اللي هي المين ستيشن يعني، او المحطة الرئيسية. المحطة الرئيسية. فلا، النادي الاهلي بالنسبة لي وبالنسبة لاولادي وبالنسبة لكل حياتي هو كل حاجة. انا رحت طفل يعني، رحت 16 سنة، دلوقتي 63 سنة. ربنا يديك الصحة. مفيش خلال ال 44 سنه دول ولا ال 45 سنه دول ما فيش يعني يوم ما يعني ما اعرفش النادي الاهلي في ايه، او النادي الاهلي جواه ايه، او انا موجود في النادي الاهلي، او اي فرصه نروح نقضي في الوقت انا والعيال في النادي. فاللي بيرتبط بالنادي الاهلي بيبقى يعني عارف انت كلمه لحم كتافك من خير النادي الاهلي. دي كلمه حقيقيه جدا. يعني انا قلت مره ان مثلا سيدت في الثانويه العامه الكابتن حسن ربنا يديله الصحه ووداني الصومال عشان اخد الثانويه العامه. لما رجعت من ليبيا مثلا ما كنتش خدت الراتب بتاع الشهر. فالنادي الاهلي عوضني عن الراتب، لان انا رجعت منو جوزيه قال لي ترجع على طول فورا. الوقت كنت مع كابتن انور سلامه. في الاتحاد الليبي. فلما رجعت فادوني شيك يعني بالشهر اللي انت سبته. اللي انا سبته. فروحت اصرف الشيك ده لقيته باسم مين بقى؟ من رصيد مين؟ من حساب الكابتن محمود الخطيب، مش من حساب النادي. كابتن خطيب نفسه. الحساب الشخصي. بنك فيصل الاسلامي انا فاكر لحد دلوقتي. لقيت الفلوس اللي انا هاخدها باخدها من حساب الكابتن محمود الخطيب. يعني تخيل يعني الناس اللي يعني محدش يعرف القصه دي، اللي انت بتتعامل معاهم او اللي انت يعني مرتبط بيهم لحد دلوقتي. ما الكابتن محمود يكلمني او ما يحصل بيننا حوار ببقى سعيد قد ايه، ببقى ممتن ليه قد ايه ان هو لحد دلوقتي بيهتم ان هو بيكلمني، بيهتم ان هو بيسال عليا. لحد من اسبوع بس بنتكلم. فيعني حياتنا في النادي الاهلي، ارتباطنا ببعض، قصصنا، انشغالنا ببعض، طريقه حواراتنا مع بعض منتهى الادب منتهى الاحترام. طبعا عمري ما كلمه لو ما المفروض كلمه ما تطلعش، استحاله تطلع. يعني في حاجات كتير انا وانا بره النادي الاهلي. يعني انا كمان ارتباطي زاد جدا بالنادي الاهلي. مهتم جدا ان الولاد مثلا الحراس يكونوا في حاله كويسه، بيتمرنوا كويس، دايما اسال عليهم دايما.